لو اللي حصل ده احنا مش سواكم هنزل عود 70%. انا جايب لعيبه صور. انا جايب لعيبه صور. لو اللي حصل ده في الملعب مستواكم لا اللي بياخد 10 هديله 1000. ده لو مستواكم. لو مش مستواكم يبقى زي ما الناس قالت دي مؤامره. انا اشك انكم تتقابروا على النادي. لكن ده مستواكم هنزل العود. انا جايب لعيبه سوبر. لعيبه سوبر. انا ما جربتش بالطلايع وما جربتش من انبي. مش انا مش الزمالك مش انتم. احنا متحملين. مصطفى كمال وسلام بيتحمل. محمود عبد العزيز صار بيتحمل. ايه المشكله؟ حازم مصطفى بيتحمل احنا بنتحمل. فانا قبل ما ابدا كلامي اللي هيقدر يتحمل ظروف النادي يستمر يعمل حوار. اللي مش هيقدر يتفضل يطلع بره عشان ما يتلمش. وفي شهر يناير يرجع قاعد بمنتهى الادب والاحترام يقول لي والله ده العقد بتاعي انا عايز اروح المكان الفلاني. واقول لكم بيانات كل واحد واخد كام دلوقتي. كلام واضح. هنقدر نتحمل بعض. انا عندي هنا طيران بس خاص 7 مليون جنيه السنه اللي فاتت. ليه؟ عشان ما يتخصمش منكم نقط. انتوا مدوا ضيعوا نقط. يا ريت ما دفعتوهم. اقول لك ايه اجيب لكم بيان 96 مليون جنيه النادي دفعهم السنه دي عشان ما يتخصمش 6 نقط. ودول كلهم ما لعبوش وانا موجود كلهم بس متحملين ودفعت صرفنا 422 مليون 472 سنه ونص على الكوره. مش عايز استحمل شهر يا اخي. انما اسمع لا مش هننزل التمرين عشان ناخد فلوس الاول اطلع بره. انا بقول لكم اطلع بره اهو من دلوقتي مش عايزك ما تلزمنيش. النادي في ازمه عشان الشركه رايحه في ازمه متحملين. هتتحملوا اللي عايز يتحمل معايا اهلا وسهلا. اللي مش عايز يتحمل بقول من دلوقتي اهو اتفضل يا باشا. اي بقول ان في ملايين بتنيموا حزانه عشان الكعب والبتاع واللي ساب جول واللي بيجيب جول في نفسه. ايه؟ هكافئك على هزاين؟ هكافئك على ايه؟ ده الطلائع ده طلع 3 طلعات ب3 اجوال. اصل انا مش هنزل التمرين. اصل انا عايز فلوس ما عنديش. وقول من دلوقتي اهو قدام الجماهير ده كله متسجل اهو. انا لو قلت كل لاعب خد كام وانا قلت تاني ان فرجاني عقده كان على تركي الشيخ. ولا فرجاني الفلوس اللي خدها فنحتك خلاص تركي الشيخ مش عايز يدفع خلاص. نشكره على اللي فات عشان احنا محترمين مش هنشتمه زي النادي الاهلي مش هنشتمه. وبعدين بس بعض وحضروا بعض احنا عندنا مبادئ وخير. انما اللي شفته امبارح ده مهزله مسخره. وجميل الزمالك بصراحه تستحق منكم كده والله ما تستحق منكم كده. اللي شاركوا فوق الرؤوس. وبعدين يا اخي انت بتلعب عشان الفلوس انت مرتزق ومش مرتزق. حتى اللي انا جايبهم بره مش مرتزق. ده جاي يمتع نفسه ويمتع جماهيره عشان يدافع عن الفانيلا اللي لابسها. وكلكم محترفين. ما فيش حد مش محترف. بس ده مش احتراف. لا مش هننزل التمرين الا لا مش ما عنديش. وقول من دلوقتي اهو. وش قدام مصر كلها. اللي مش عارفه الكلام اللي انا بقوله هيتحمل النادي يقول يا استاذ مرتضى انا عندي ظروف مش هقدر اتحمل اللي هو اتفضل. يعني انا مش جايبكم شحاته. انا دفعت بانديتكم ملايين. عشان تلعبوا في الزمالك. في ناس بتبكي لما تتبلد. وبعدين نخسر 8 بوند في 4 اشهر. فين ده؟ فين الكلام ده؟ انا مش كل يوم معايا مدرب. هذا الرجل قاعد لنهايه عقده وهنجدده لانه مدرب محترم. امبارح كان حاجه مقرفه. مش دي اللعيبه المدفوعه فيها ملايين. اقول تاني هذا مستواك؟ ما عنديش مشكله نازل اقول يعني طارق احنا نازل امبارح يقول يا رب اتعادل او الغلب عدد صغير من الاهداف. ها قلت له اتفضل من اول دقيقه اول ثانيه خد هات جول وربنا ستر واحنا نتحرق دمنا. لا يا كابتن شيكابالا انا كلامي واضح. البهوات اللي مش عاجبه يستحمل ظروف النادي يقول لي ده اتحالم قدام مصر كلها. انا مش هقدر اتحمل. بس انا مش شيء عارف.
ما عنديش لاعب قديم معاه في بيته ما بيخش معاش محترم عشان ما يتهانش. مفيش نادي بيعمل كده. مع احترام الجمهور الاهلي، جمهور الزمالك في مصر العالم العربي قد جمهور الاهلي 4 5 مرات. اللعيبه دي كلها انا اخترتكم، انا اللي اخترتكم بالاسم. واخترتكم عشان اخلاقياتكم. وانتوا اللي خدتوا الكونفدراليه وخدتوا الكاس، وانتوا اللي خدتوا الدوري قبل كده وخد 5 كاس وخد سوبر. ده رايكم ايه؟ فنقدر نتحمل اهلا وسهلا. اللي مش قادر يتحمل عشان عايز اعمل اجتماع مع اللي هيتحملوا عايز اقعد اتكلم بقى. حاجات مهمة. يقول لي مش قادر اتحمل ويطلع بره. يا كلهم متحملين. هنشرف النهارده خلي بالكم مش عشان لو يتباع. عشان انتوا طلعتوا رجالة دلوقتي.